محمد باش نفتحوا توا قوسة حول مجال البحث نتاعك والمشاريع اللي انت مشرف عليها. انا شفت عملت بحث صغير عليك ونلقى انك عندك مشاريع عملاقة، يعني ثم مشاريع اللي تقريبا 33 مليون دولار تاع دولار هونغ كونغ بالطبيعة، اللي هو تقريبا 15 مليون دينار تونسي، يعني مشاريع من الحجم هذه اللي مشاريع هامة. وهنا انا بدي حاب نقول حويجة صغيرة، هو أنه شفت معناها في جامعات في العالم كيفاش الدولة تحط فلوس في البحث العلمي، تحط يعني أموال طائلة، ولكنك الفلوس هذيك اللي يصيرك الرتور شو انفستيسمون، معناها يرجع الفلوس هذيك تربحها الدولة ساعات بالبحوث نتاع والمشاريع اللي يقوموا بها الجامعين. محمد انت لو كنت تحدثنا حتى بطريقة مبسطة على بحوثك والمشاريع اللي تشرف عليها في المدة هذه. اوكي، انا بطبيعه الدومين نتاعي من الاول تقريبا جينيسي دي الهندسه المدنيه، وبعد في الاختصاص نتاعي في الدكتوراه عملت ميكانيك دي فلويد اللي هو يظل هندسه السوائل بصفه عامه، السوائل سواء ما هو ما. لكن الاختصاص بريمون مركز عليه هو الهندسه المائيه. سيونتيفيكمون معناها الواحد اخترت هندسه اللي في الويد على خطر فيها ياسر رياضيات مات وفيها ياسر فيزياء، وانا هذوك معناها هذاك حبي كما قال كي في القرايه، ونحب لي سيونس نحب المات. اما تطبيقيا شنو اخيرا في البروجي اللي جبت عليه انت، هو باش نبسطها كي معناها كي تمشي انت للطبيب نعملوا التراسون، نعملوا التصوير الطبي. بالتصوير الطبي نجم نشوفوا شنو موجود في الدم العبد، في الدم الانسان اللي هو النجم زاد ممكن ثم برشا ناس ما تعرفش اللي هو التصوير هذاك الالتراسون والايرام راهو هذاك مهندسين يعملوه، معناها جاي من الهندسه والطب يستعملوه كاوتي. دونك نورمالمون في التدريس نتاع الهندسه عندنا العلم نتاع كيفاش نصنعوا هذيك الالات نتاع التصوير اللي هي شنو نستعملوا امواج لي زوند، وفما برشا انواع نتاع لي زوند. دونك احنا البروجي هذا اللي عملناه قلنا لواه ما نستعملوش نفس الفكره، معناها نستعملوا لي زوند باش نصوروا ونشوفوا شنو حالة الكاناليزاسيون تاع الماء تحت القروان، تحت تونس، تحت هونغ كونغ، على خاطر فما دي فويت عالميا حكايه 40-50% مثال باللي فويت بركا. الماء دونك اللي تمشي انت تطهر وتنظف وتحطه في كاناليزاسيون باش يوصل الناس 40-50%، ثم بلايص يوصل 60% يضيع، بخلاف المشاكل الاخرين الكل الموجودين فيه. دونك احنا نحبوا كيما المهندسين عملنا آلات تصوير للطب، قلنا الواه ما نعملوش للي كاناليزاسيون تاع اللي في الويد، وهذاك فاش قاعدين نعملوا، هذاك هو البروجي تاعنا، وتوصلنا ان شاء الله لريزلتا باهيين، قاعدين تو نطبقوا في هونغ كونغ. عندنا حكايه 15 بقعه منها في هونغ كونغ، ما طبقناهاش على هونغ كونغ كامل على خاطر مازلنا نحسنوا فيها الميثود، لكن ثم عندنا 15 بلاس منهم ديزني هونغ كونغ، ما نعرفش كيف تسمى ديزني لاند هونغ كونغ، عملنا بروجي في ديزني هونغ كونغ، توا بدينا في 1 اكتوبر بدينا بروجي في المطار نتاع هونغ كونغ. دونك هذاك شنو هو توا البحوث اللي نعملوا فيها حاليا. محمد انا نسمع فيكم متاسف برشا، لانه كي نسمع انه في الجهينات ثم مشاكل نتاع ماء، ونشوف انه عالم سيدي عمر يعني في ينفع في هونغ كونغ وفي الصين وفي البحوث نتاعك معناها يستعملوا فيها في العديد من الدول في العالم، الحقيقه نحس نتاسف نتبسم ولكن نتاسف في نفس الوقت. هل انه ثم حتى بسرعه لانه قربنا من موعد نهايه البرنامج، هل انه ثم علاقه اليوم مع الجامعه التونسيه مع المؤسسات التونسيه اللي تعتني بالماء والمحافظه على الماء وعلى السناد وغيره 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 من هنا؟ علاقتي مع الجامعه كومبيس في تونس
سيرتو من الاول مع الفاكتي دي سيونس مع مات وفيزيك دونك مشيت وقدمت محاضرات هناك عملنا دي بيبليكاسيون مع بعضنا ما همش برشا سنا هزينا جروب من الصين ومن هونغ كونغ وتعدينا معنا عملنا نهار كامل مع جماعة في الليميت يعطيهم الساحة معنا عند البحوث خارقة العادة. لا لا نتحدث سمحني مع مشاريع عملية مشاريع عملية اللي تنجم تنفع تونس اللي تنجم يعني أنا عندي اقتناع عندي قناعة شخصية هو أنه العلماء خليني نقولها العلماء معناها من غير ما يش مبالغة معناها العلماء اللي عندنا في كل المجالات واللي هم متميزين في العالم أكيد أنهم لو ما عرفش تلفتوا لكم تتعاونوا معاهم أكيد أنه بشكون ثم نفع لتونس كانت تخلي ثم 40% من الماء ضايع تحت الأرض هل أنه في تونس البراءات الاختراع اللي عندك والمشاريع اللي عندك والأفكار اللي أنت والمجموعة بطبيعة اللي تقوموا في بالبحوث هذية يريد لو كان تونس معناها تنتفع منهم أكيد ثم ربحتي عندنا مشاكل متعمية كبيرة مثلا في تونس إذا كان أنا نرى محمد صالح الغيضاوي اللي هو نائب رئيس الاي اي اتش ار واللي هو معناه من اكبر جوائز عالميه ويعني ما شاء الله من غير ما نعاود السي في نتاعك ومن بعد نلقاو انه معناها كي نسمعك حسيتوا جواب دبلوماسي شويه نتاع تلاقينا مع كذا ولا اما نتحدث على مشاريع كبيره مشاريع اللي تنجم تنفع تونس وجيه يجب نبقى وكاس كفار دونك الدين قابلناهم في الليليت أما كبحوث نعمل بحوث مع بعضنا أما كسوند كدولة نو ما عنديش حتى أونت ما فماش دي كونتاكت اش نكذب عليك ما وش حكاية دبلوماسي ولا ما فماش دي كونتاكت لا ما هوش موجود وكاو واضح يظهر لي ما هيش دبلوماسية لا 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 أنا قلت هكلي معناها وصلنا تقريبا لنهاية البرنامج محمد باش نعطي الكلمة لأستاذنا أستاذ خميس الفالح ومن بعد نعطيك كلمة النهاية أستاذ يعطيك الصحة محمد يعطيك الصحة وجيه يعطيكم الصحة معناها برنامج ممتاز جدا فرحت أنا كي سمعت بالإذاعة الحياة أنا المرة الثانية جيت قبل كرمتوني وكرمتوا رجال التعليم برشا رجال التعليم كرمتوهم سواء ساده سواء معلمين وكذلك توا بديتوا تكرموا في علماء وال معناها حاجه تفرح برشا وانا بصفتي استاذ وعشت الوضعيه نتاع التعليم ونعرف تفاصيل في التعليم انه صغارنا والاعلام بصفه عامه مع احترامي لبعض القنوات اللي قاعد نشوفها يستدعى لك العلماء هذو ما نشوفوهمش في قنواتنا في الأصل الصفار الدكتور صفار الدكتور محمد الصالح وغيره 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 وعندنا طاقات كبيرة برشا كبيرة الطاقات هذية النجم أكل الطالب ولك التلميذ اللي تشاهد ولك العائلة اللي تشاهد عالم من العلماء هذو من الكبار ولده يعطيه دفع معناه منين ولده يقرأ في بقعة ماشي يتبع مع احترام الناس أخرين راوي ينجم يكون عالم وكوارج ينجم يكون معناه طبيب وكوارج مش بالضرورة الكورة كان تختصر كان على الناس اللي مش متعلمين لا ينجم يكون عالم كبير ويكون كوارج الوحيشي اللي كان يلعب مع ريتوال قبل وحشي طبيب طبيب معناه علاش احنا في تونس ما نهتموش حاجة أخرى توا الدكتور محمد صالح حكى على أنه فيت في هونغ كونغ 40% ما احنا قديش الفويت يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه ومرسي عليك صحه استاذ محمد نعم كيفاش تحب تخدموا البرنامج هذا والله اولا نشكرك انت ونشكر البرنامج يا بطبيعة والحياه افهم ونشكر خويا خميس عايشك يا خميس يخليك الاولاد عايشك ونحبك ياسر خويا حتى انا نحبك انا نحب معناها انت حسب البرنامج نعطيك اوناتمون نعطيك شنو انا نشوف باش انسان ينجح يظهر لي سواء في القرايه ولا في اي دومين
السر ما هو ماهوش حاجه قويه. السر هو الصدق والنفع. لازم تكون صادق مع روحك، وخاصه في القرايه. في القرايه لذا ما تكونش صادق مع روحك، معناها وقت تلقاك مش فاهم لازم تكون صادق تقول مانيش فاهم، على خاطر اطر مش تفيق من بعد الاكزام، تلقاك مدوبل ولا تلقاك ما عندكش ديمون. معناها اكثر حاجه يلزم فيها الصدق هو العلم والبحوث العلميه، ولكن حتى في الرياضه في كل دومين هو الصدق. وبالطبيعه الصدق وحده لا يلزم معها النفحة. هنا فوا عندك هذون زوز نورمال ما توصل عمري بالعمر ما لقيت ولا قابلت بشر اللي هو عنده زوز هذا، وانا عنده الصدق في الخدمه نتاعه وعنده النفحه وما وصلش. ولذا اللي ننصح به الشباب هو لذا تركز على الصدق وتنفح وتلقى الحاجه اللي تنفح بها توصل لو بد باش توصل، وما تقعدش تحسب وها 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 جوست تضيع وقت. اللي يلزم التركيز هو اخدم خدمتك، انفح بها، اتقنها، وتو يجيك الحظ نتاعك. واضح. هو اوترمون معناها بارك الله فيكم وكاو. باهي والله من غير مجاملة محمد، معناها صدقني معناها فرحان برشا اللي استضفتك، معناها اللي ش عندنا في تتواضع وكذا والكل، ولكن انا وبصيرتي معناها نقدم في حياة فهم يعني بالحق نشكرك شكر كبير وشكر صادق، شكر صادق ياسر على انك قبلت انك تكون معنا في الحصة هذه. ان شاء الله تكون تعم الافاده والاستفاده بالنسبه لتلامذتنا، بالنسبه لطلبتنا، بالنسبه للاولياء كي يجيو باش يواجهوا صغارهم. انا نعتبرها حكمه الكلام اللي قلته في اخر البرنامج. يعطيك الصحه وان شاء الله في لقاءات اخرى محمد. ان شاء الله اخويا وفيفا جيسكا. هاي فيفا جيسكا يعيشك. نوصلوا يعيشك يا محمد. نوصلوا لنهايه برنامجنا. نشكر مستمعي حياة FM وإن شاء الله إلى استضافة قادمة في أقرب الأوقات.